السلام عليكم. إن شاء الله هنكمل حل كتاب الوسام بنك الأسئلة. الطلبة كانت مستعجلة بس عايزة أسئلة الليزر، وإن شاء الله هبدأ حل الليزر. السؤال الأول، امتحان مصر 2011، النقاء الطيفي لأشعة الليزر يعني إن فوتوناتها إيه؟ طبعا ليها طول موجي واحد. نقاء طيفي يعني إن ليها طول موجي واحد، وبالتالي الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال اللي بعده، من خصائص أشعة الليزر الانبعاث التلقائي. لا، ده الليزر مبني على الانبعاث المستحث. النقاء الطيفي تمام. التعدد في الأطوال الموجية احنا لسه بنقول أحادي الطول الموجي، فيبقى الإجابة الصحيحة هنا هتبقى رقم ب. السؤال اللي بعده، لا تتبع أشعة الليزر قانون التربيع العكسي في الضوء ليه؟ لأنها ذات شدة عالية. طب ما ممكن يكون ضوء عادي شدته عالية وبيخضع لقانون التربيع العكسي، لكن هي ما بتخضعش لقانون التربيع العكسي. ليه؟ علشان هي مترابطة. يبقى هنا الإجابة الصحيحة هتكون ألف، لأنها مترابطة. السؤال اللي بعده، أنبوب الجهاز ليزر هيليوم نيون فيها خليط من غازي الهيليوم والنيون تحت ضغط. طبعا دي ترجع للشرح، هتلاقي الضغط 6/10 ملي متر زئبق، يعني الاختيار رقم ب. وممكن تلاقي في الاختيارات 6/10 تور، تور هي تساوي أو تعادل ملي متر زئبق. السؤال رقم 5، امتحان الأزهر 2011، تنبعث أشعة الليزر من ليزر الهيليوم نيون من ذرات مين؟ طبعا اللي هتنبعث من ذرات النيون، يبقى الوسط اللي هيخرج ليزر الهيليوم والنيون هو النيون نفسه، ولكن الهيليوم مجرد وسيط هينقل الطاقة من المصدر ويوصله للنيون عن طريق التصادم. السؤال اللي بعده، فرق التور بين موجتين يساوي فرق المسير مضروب في ايه؟ في 2 باي على لامدا، القانون الوحيد اللي موجود في الليزر. من خصائص أشعة الليزر الآتي ما عدا، هل هي متوازية ومترابطة؟ طبعا. بالغة الشدة، أيوة. تنحرف في المجال الكهربي؟ لا، لأن الليزر من ضمن الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي تعتبر غير مشحونة ولا تتأثر لا بالمجالات الكهربية ولا المجالات المغناطيسية. طب هي مرئية؟ أيوة، زي ليزر الهيليوم والنيون يقع في منطقة الضوء المرئي بالأخص اللون الأحمر. يبقى هو عايز ما عدا مين؟ هنقول له ما عدا د. السؤال رقم 8، الانبعاث من المصباح العادي ده انبعاث تلقائي، يبقى الاختيار هيكون رقم ألف. السؤال رقم 9، نسبة غاز النيون إلى الهيليوم في الليزر الغازي. النيون 1/10 هيليوم عشان نضمن التصادم، يعني النيون الواحد محاط ب10 هيليوم، يبقى مليون في المية هيصطدم النيون بواحد من العشرة دول، وبالتالي تنتقل إليه الطاقة. وهنا لما بنيجي نكتب، انت بدأت بنيون يبقى ابدأ بواحد وإلى عشرة، واحد لعشرة، يعني ما اقولش عشرة لواحد، انا زمان كتبتها كده، واحد إلى عشرة. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم جيم، احنا بندرس فيزياء بالعربي، فبالتالي اللي هتكتب هنا اللي ناحية اليمين هيبقى هنا ناحية اليمين. السؤال اللي بعده، الاختلاف في التطور ضوء الليزر المرتد من الجسم يساوي ايه؟ فرق المسار في 2 باي على لامدا، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ألف. فوتونات الميزر بيكون ايه؟ ايوه، في فوتونات للميزر ده بيبقى في منطقة الأشعة المايكرومترية، وده بيبقى مترابط وغير مرئي، يعني هو غير مرئي ولكنه مترابط. يبقى احنا هنختار الاختيار الصحيح رقم ج، غير مرئية ولكنها مترابطة. يشترط في الوسط الفعال أن يكون له عدد من مستويات الطاقة تتحقق بها الانتقالات الضرورية لحدوث ايه؟ الامتصاص، ما هو لازم الإلكترون يكون في المستوى الأرضي ويتعرض للطاقة يمتصها، لازم ده يحدث. الانبعاث التلقائي، الانبعاث التلقائي بيسبق الانبعاث المستحث، يعني ده لازم يكون موجود، وكمان الانبعاث المستحث ده ضروري. يبقى كل الاحتمالات السابقة، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم د. السؤال رقم 13، لزيادة احتمال الانبعاث المستحث يجب أن يكون عدد الذرات المسارة في مستويات الطاقة العليا أكبر من عددها في المستوى الأرضي، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال رقم 14، تستعمل طريقة الضخ الضوئي في إنتاج ليزر إيه؟ طبعا الضخ الضوئي ده مستخدم، ممكن يكون الضخ الضوئي ده عبارة عن مصابيح وهاجة، ودي تستخدم مع الياقوت، أو ليزر بيستخدم مع الصبغات السائلة.
يبقى الكلام ده مهم لانه دايما يسالنا على الجزئيه دي. هنا استخدمت الضخ الضوئي فهنا هختار به الياقوت. من التطبيقات على اشعه الليزر العروض المسرحيه صح، تصوير المجسم صح، لحام شبكيه في العين، يبقى جميع ما سبق. يقع طيف ليزر الهيليوم نيون في منطقه الضوء المرئي اللون الاحمر بالتحديد، يبقى الاجابه عندنا هتبقى جيم الضوء المرئي. في ليزر الهيليوم النيون يستخدم لإثارة الطاقة، الطاقة هنا اللي يستخدم للإثارة الطاقة كهربية، طاقة كهربية، يبقى احنا هنا ما بنستخدمش ضوء ولا حرارة، لا بنستخدم طاقة كهربية. السؤال رقم 18، في الليزر التجويف الرنيني هو المسؤول عن تضخيم وتكبير الليزر الضوء، وبالتالي هو عبارة عن الإجابة رقم ب. سؤال 19، شعاع الليزر فوتوناته متوازية، وهذا يعني ان لها نفس. احنا كنا اول ما نشوف التوازي كنا بنختار مباشر الاتجاه، بس لما لقينا في الاختيارات الطور، الطور هنا في جواه في مضمونه الاتجاه برضه، يبقى هنا الكلمة دي اشمل وافضل من، لان هنا في ترابط زماني ومكاني، يعني ليها نفس الاتجاه ونفس الطاقة ونفس التردد، يعني هيكون افضل او اعم من كلمة اتجاه. لكن لو كان كلمة التطور مش موجودة كنت اخترت الاتجاه. فترة العمر التي تتخلص فيها الذرة المثارة من طاقة اثارتها في حالة الانبعاث التلقائي من مستوى شبه مستقر، هو المستوى الشبه المستقر فترة عمره 10^3، ملهوش دعوة اذا كان بقى في انبعاث تلقائي ولا انبعاث مستحس، هو كده خلقة ربنا. مستوى شبه مستقر فترة العمر عنده 10^3، وبالتالي الاختيار هيكون رقم ب. فترة العمر التي تتخلص فيها الذرة المثارة في مستويات عادية، مستويات عادية مش مستوى شبه مستقر، يبقى ساعتها فترة العمر 10^8، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم أ. النسبة بين فترة العمر المستوى شبه المستقر إلى المستوى الإثارة العادي، شبه مستقر 10^3 والعادي 10^8، هيطلع الناتج 10^5 بالموجب، يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. الخواص الآتية لا تنطبق على الشعاع المستحس، مترابط لا تنطبق، متوازي تنطبق، نقاء نقي، لكن مستقطب دي كده لا تنطبق. يستخدم شعاع الليزر كمصدر للطاقة لإثارة ذرات المادة الفعالة في ليزر إيه؟ عشان استخدم الليزر يبقى لازم يكون عندي صبغات سائله. الليزر اللي بيخرج ليزر هو لما يكون الوسط الفعال صبغات سائله. الخاصيه المشتركه بين فوتونات الليزر وفوتونات اشعه اكس، على طول من غير ما اشوف الاختيارات اكيد هيكون فيها نفس السرعه، يبقى فعلا موجوده في الاختيارات ان ليها نفس السرعه. سؤال رقم 26، شعاع ليزر قدرته باور ينبعث بتردد نيو، فإن عدد الفوتونات الموجودة في 1 متر من الشعاع بيساوي، تمام. تعالوا كده نشوف هنتعامل ازاي. احنا عندنا الفاي ال بيساوي الباور على الطاقة، تمام. طيب الفاي ال دي عبارة عن ان على التي بيساوي باور على الطاقة، ماشي. الطاقة هنا في الاختيارات كاتبها بدالات اتش نيو، ماشي. هنقول الان دي على التي بتساوي الباور على اتش في نيو، ماشي. عايزين الان في طرف، يبقى الان هتساوي باور في تي على اتش في نيو. طيب ايه علاقة 1 متر هنا؟ انا عندي السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى الزمن ده هيساوي المسافة على السرعة. مسافتنا 1 متر والسرعة سرعة الضوء، فيبقى الان بيساوي الباور على الاتش نيو. هشيل التي واستبدلها بواحد ما بتكتبش على السي. هل دي موجودة عندي في الاختيارات؟ باور على اتش في نيو في سي، اهي باور على اتش نيو في سي، يبقى الإجابة الصحيحة رقم ب. السؤال اللي بعده، في ليزر الهيليوم نيون تكون طاقة فوتون الليزر المنبعث من ذرة النيون أقل من الطاقة المنتقلة إلى ذرة النيون عند اصطدامها بذرة هيليوم مثارة. تعالوا أفسر لكم السؤال ده. بص كده معايا، هنا النيون في المستوى الأرضي هيستلم طاقة قيمتها 20.66%، يبقى الطاقة اللي استلمها الإثارة من المستوى الأرضي للمستوى شبه المستقر كام؟ 20.66%. هيبدأ يطلع منه الليزر لما يعود من اتنين لإي واحد، من اتنين لإي واحد فرق الطاقة مش بص بقى واحد يا 96%،
يعني الليزر اللي طالع طاقته 1.96%، مش 20. قارن بقى طاقة الليزر اللي طالع ولا طاقة اللي اتسببت في إثارته، يبقى هنا أقل. يبقى هو يقول لك إيه بقى؟ يبقى طاقة الفوتون الليزر المنبعث من ذرة النيون أقل من الطاقة المنتقلة إلى ذرة النيون عند اصطدامها بذرة هيليوم مصغر. يبقى الإجابة ألف. سؤال رقم 28، صورة الطاقة المستخدمة في إثارة ذرات الوسط الفعال في ليزر الصبغات السائلة. بنستخدم ليزر، والليزر ده يعتبر طاقة ضوئية ليزر عشان نستخدمه على الصبغات السائلة لإخراج ليزر، فبالتالي هنقول ضوئية. يبقى الإجابة رقم ألف. سؤال 29، تفقد ذرات الهيليوم المثارة في ليزر الهيليوم نيون طاقتها وتعود لمستواها الأرضي نتيجة إيه؟ نتيجة تصادمها مع ذرات نيون غير مثارة. هي دي وظيفة الهيليوم، الهيليوم جاي عشان كده، عشان يتصادم مع ذرات النيون الغير مثارة عشان بعد كده تصبح ذرات النيون مثارة. يبقى هنا هختار الإجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، إذا كانت شدة شعاع الليزر على بعد 10 متر من مصدرها مقداره أي، فتكون شدته على بعد 20 سنتيمتر مقدارها برضو أي، لأن الليزر لا يخضع لقانون التربيع العكسي. السؤال 31، الصورة التي نراها عند إضاءة الهيليجرام بشعاع ليزر عبارة عن صورة إيه؟ أولا هي صورة تقديرية ثلاثية الأبعاد. الصورة اللي احنا بنشوفها لما نيجي نضيء الهيليجرام بليزر يطلع صورة تقديرية ثلاثية الأبعاد. طيب 32، يصاحب عملية الانبعاث المستحث في ليزر الهيليوم نيون انتقال ذرات النيون من فين لفين؟ من المستوى شبه المستقر إلى المستوى الأدنى. تعالوا كده نشوف دي في الرسمة. يبقى احنا عشان يطلع ليزر بينتقل من المستوى شبه المستقر إلى المستوى E1، هنا بيطلع ليزر من المستويين دول، وبالتالي مش من الشبه المستقر الأرضي، لا ده من شبه مستقر لواحد تاني أقل منه. يبقى هنا هنقول المستوى شبه مستقر الأرضي، لا المستوى الأرضي لشبه المستقر، لا المستوى شبه المستقر إلى مستوى إثارة أدنى، هو ده الصح. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون رقم ج. سؤال رقم 33، شعاع ليزر قدرته، يبقى عندنا الباور ب 300 واط، قطر الحزمة، فإن شدة الشعاع، في قانون بيقول لك شدة الشعاع هيساوي القدرة على المساحة، القدرة على المساحة، القدرة اللي هي 300، المساحة باي ار تربيع 3.14 في، هنا عندنا القطر عايزين نجيب منه نصف القطر، إذا كان القطر 3 يبقى نصف القطر 1.5. طيب هنقول تربيع، عايزين الشدة مكتوب هنا ايه؟ واط لكل سنتيمتر مربع، حتى من الوحدة تقدر تعرف القانون. يبقى انا عايز المساحة بالسنتيمتر مربع، هنا المساحة لو قلت ال 1.5 دي استخدمتها هتبقى مليمتر، دي بالمليمتر، فانا هحول مليمتر لسنتي، السنتي في 10 مليمتر، يبقى المليمتر يبقى 10 سالب 1، يعني هنقول 10 سالب 1 الكل تربيع عشان احولها من مليمتر لسنتي. تمام، هيطلع معاك الناتج 4.25 × 10³، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. سؤال 34، يتم تضخيم الإشعاع المستحث داخل الأنبوبة عن طريق إيه؟ هنا السؤال بيقول يعني مثلا إن إحنا عندنا في الليزر الهيليوم والنيون، تمام، أنا دلوقتي ده كده انبعاث مستحث وده كده الليزر، ايه اللي يضمني ان المرايات هتعمل تضخيم للفوتونات دي؟ ما يمكن تعمل لي تضخيم لفوتونات تانية، فهنا عايزين يعني نتدخل في الامر. فاحنا عشان يتم تضخيم الاشعاع المستحث داخل الانبوبة، فبنخلي طول الانبوبة يحتوي على عدد صحيح من انصاف الاطوال الموجية، طول الانبوبة بيحتوي على عدد صحيح من انصاف الاطوال الموجية، يعني نضاعف طول المسار للفوتونات داخل الأنبوبة. يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ب. سؤال رقم 35، امتحان مصر 2021، لديك 4 أشكال تمثل مراحل إنتاج الليزر، أي من الأشكال يمثل عملية الإسكان المعكوس؟ عملية الإسكان المعكوس يكون عدد الذرات في مستوى الشبه المستقر أكتر من عددهم في المستوى الأرضي. طيب هنا العدد في المستوى الأرضي أكبر، يبقى دي لأ، هنا العدد في المستوى الأرضي أكتر، لأ،
هنا العدد في المستوى شبه المستقر كتير، بس لسه في هنا برضو دول عايزين يصاروا للمستوى شبه المستقر. اما هنا كده مظبوط. ليه؟ لان العدد هنا اكتر بالنسبة لاي صورة من الصور دي كلها، فبالتالي هنختار ده اللي هو الاختيار رقم د، ولك صورة رقم 3. السؤال 36، حزمة اشعة ليزر قطرها 2 من 10 سنتي، شدة الضوء اي عند مصدرها، فان شدتها وقطرها على بعد 12 متر من المصدر، قلنا لا تخضع لقانون التربية العكسي، وبالتالي لا يتغير لا القطر ولا الشدة. السؤال رقم 37، يبين الشكل الرسمي التخطيط لجهاز ليزر الهيليوم نيون. مين من المكونات ليه دور هام في عملية التضخيم؟ المرايات اللي هي 4 و5، اللي هو التجويف الرنيني 4 و5، يعني الإجابة الصحيحة هتكون رقم ب. السؤال اللي بعده، يوضح الشكل تركيب جهاز ليزر الهيليوم نيون، فإن ذرات النيون تصهر، وذلك بسبب تصادمها مع ذرات الهيليوم المصغرة. الهيليوم اللي هي المكون 3، يبقى تصادمها مع ذرات المكون 3 المصغرة، يبقى الإجابة هتبقى رقم ب. سؤال 39، امتحان مصر 2021، أي من الصور 4 تعبر عن مفهوم النقاء الطيفي؟ النقاء الطيفي يعني أحادي الطول الموجي، يعني أحادي التردد. طيب هنا نيو، لا ده كده تردد مختلف، تردد مختلف، تردد مختلف، أيوة هي الصورة رقم 4، وبالتالي هيبقى الاختيار د. السؤال اللي بعده، في عملية تصوير ثلاثي الأبعاد لجسم استخدام ليزر، كان فرق المسار بين الأشعة المنعكسة من الجسم 2 على 3 لمدة، فعايز فرق الطور. هنقول فرق الطور بيساوي فرق المسار اللي هو 2 على 3 لمدة في 2 باي على لمدة، اللمدة هتطير مع اللمدة، وهنا هيبقى 4 × 2 × 4 على 3 باي، 4 على 3 باي اهي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ج. سؤال 41، اي من الصور 4 تعبر عن انبعاث المستحث؟ صورة ايه؟ انبعاث مستحث، يبقى يطلع فوتونات مترابطة. فين الفوتونات اللي شبه بعض كأنها شايفة نفسها في المراية؟ ده لا ده لا وده لا، ايوه هي ده الصورة رقم 3، يبقى الاختيار الف، الالف، وهو عايز الصورة رقم 3، فخلي بالك لخبطة في الاختيارات. ده كان موجود فعلا في الامتحان اللي قبل السنة اللي فاتت. السؤال رقم 42، النسبة بين ضغط غاز الهيليوم الى ضغط غاز النيون، انا من رايي انه هيكون متساوي، لان احنا بنضع الهيليوم والنيون في انبوبه تحت ضغط، الضغط دون بيبقى 1 لـ2، 6 من 10 ملم، بنستخدم 6 من 10 ملم زئبق، وبالتالي الضغط للضغط متساوي. لكن امتى استخدم 10 لـ1؟ لو كان بيقول لي الخليط بنسبه كام لكام، يعني انا بخلط هيليوم على نيون نسبه الخليط كام لكام، كنت قلت له 10 هيليوم لـ1 نيون، لكن الضغط اعتقد متساوي. السؤال رقم 43، اي من الموجات الكهرومغناطيسيه الموضحه في الشكل تمثل خطا رنينيا ممكن لتجويف رنين؟ اتفقنا ان يكون طول الانبوبه يحتوي على اعداد صحيحه من انصاف الموجات، ادي كده نص موجه، وادي نص موجه، وادي نص موجه، ده عدد صحيح، دي تمشي. طيب ادي نص، وادي نص، وادي نص، ودي كمان تمشي. طيب هنا ادي نص موجة وادي نص موجة، وده ربع، لا دي مش تمشي. طيب ادي نص ونص 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 وربع، لا ده برضو مش تمشي، يبقى احنا هنختار ب ودال معا. السؤال اللي بعده، شكل شعاع ليزر يستخدم في تصوير هيلوجرافي لجسم يصدر موجات طولها لمدة، فان فرق الطور بين الموجات، بنقول كده فرق الطور بيساوي فرق المسار في 2 باي على لمدة، ماشي، 2 باي على لمدة اهي، 2 باي على لمدة اهي، هل ده فرق المسار؟ تعالوا نشوف بقى كله بادئ من ايه، كل الاختيارات بادئه من ايه. تعالوا نبدا من ايه، اول حاجه فرق المسار بين مين ومين؟ بين الاشعه المنعكسه من على الجسم، الاشعه اللي هتنعكس من على الجسم، والاشعه اللي هتيجي من المرايه، في بينهم فرق طول، احنا عايزين نحسبه. تعالوا نشوف الاول الاشعه، ادي الجسم اهو وادي اللوح اهو، تعالوا نشوف بقى الأشعة دي هتوصل له إمتى لو بدأنا من إيه؟ هنقول إيه؟ بي هتسقط على سي، هتيجي على الدي أهي، تمام؟ أهي يبقى الـ A بي سي، وهتيجي هتسقط أهي على الدي، ماشي، يبقى دي كده مسار الأشعة اللي إيه؟ جت من على المجسم ده. طب فين الأشعة المرجعية؟ هنبدأ من إيه؟ ونروح على المراية، المراية أهي اللي هتعكس الأشعة.
نجمعها ونهي، والأشعة هي تروح جايباها على اللوح برضو، يبقى هنا عند اللوح ده هتتقابل الأشعة المنعكسة مع الجسم مع الأشعة المرجعية، وبدول في دول بيبقى في فرق المسار، يبقى هنا ايه اي دي، تمام، ايه اي دي، وهنا ايه بي سي دي، يبقى الاختيار الصحيح هيكون رقم ألف. السؤال اللي بعده، في الشكل شعاع ليزر يسقط على لوح هولوجرام أي الصور ثلاثية الأبعاد؟ احنا بنقول في الهولوجرام بيبقى فيه صورتين، صورة حقيقية وصورة تقديرية. الصورة الحقيقية بتنتج من تلاقي الأشعة، الأشعة نفسها، أما الصورة التقديرية اللي بتنتج من تلاقي امتداد الأشعة. طيب مين فيهم الصورة المجسمة التقديرية؟ بنقول بنشوف صورة تقديرية ثلاثية الأبعاد في الهواء، يبقى الصورة اللي يبقى يسقط على لوح هولوجرام أي صورة ثلاثية الأبعاد اللي هي التقديرية اللي هي بالخط المنقط ده كده، يبقى هيبقى الاختيار الصورة بي التقديرية. وطبعا لو احنا حبينا نشوف في المرجع هنا اهي، المرجع هو نفس الرسمة اللي عندنا بس من المرجع، وراح كاتب لك ايه بقى، هيكتب لك هنا ان دي صورة حقيقية ودي صورة تقديرية، مش هقول لك على الصورة دي، دي حقيقية والصورة دي تقديرية، وراح كاتب لك كده الصورة التقديرية هي الصورة ثلاثية الأبعاد، يبقى دي الصورة التقديرية هي الصورة ثلاثية الأبعاد، فبالتالي هناخد التقديرية عشان هو عايز ثلاثية الأبعاد، فيبقى الإجابة رقم ب. بالنسبة للسؤال رقم 46، في كل شكل من الأشكال الآتية موضح أربع موجات ضوئية، أي الأشكال الآتية يوضح ضوء غير مترابط؟ مين في دول ضوء غير مترابط؟ إحنا هنستخدم المسطرة وهنحاول كده نشوف الرسمة، مثلا ألف هنلاقي القاع مع القاع، قمة مع قمة، قاع مع قاع، قمة مع قمة، قاع مع قاع، قمة مع قمة، ده ترابط. نفس الكلام بالشكل ده أهي، امشي بالمسطرة هتلاقيهم مظبوطين بالمسطرة. تعالى عند الجزء ده هتلاقي برضو امشي بالمسطرة، قمة مع قمة، قاع مع قاع، قمة مع قمة، قاع مع قاع. تعال بقى للرسمة ب، الرسمة ب هتلاقيهم في الأول مظبوطين، في الأول خالص، أدي قمة مع قمة، ودي قمة مع قمة، وقمة مع قمة، هتلاقيهم مظبوطين. تعال بقى شوف الخط اللي أنا خدته ده، الخط ده بص هنا هتلاقي هنا قاع قصاده قمة، قصاد القمة دي قاع وبعدين قاع، يعني هتلاقي ان الشكل كان منتظم وبدأ ما يبقاش منتظم. يبقى انا عشان اعرف الترابط انه لازم يكونوا مترابطين زمانيا ومكانيا، القمم مع القمم والقيعان مع القيعان. طبعا يبقى الشكل الغير مترابط هيبقى الاختيار رقم ب، وخلي بالك هو خدعك في الاول، ولكن ابتداء من هنا بدأ يحصل اختلال، ما بيبقاش القمم مع بعضها ولا القيعان مع بعضها. سؤال رقم 47، يوضح الشكل جهاز يستخدم في التصوير الهولوجرافي لجسم مكعب الشكل أي من الأشكال التالية يمثل الشكل المرجعي؟ الشكل المرجعي اللي هو جاي القادم من المراية، القادم من المراية هنقول H E و H F، H E و H F، يبقى الاختيار رقم ده. السؤال رقم 48، موجة ترددها وسرعتها، أعمل إيه بالتردد والسرعة؟ هطبق قانون سرعة انتشار الموجات وأجيب الطول الموجي، سي بتساوي لمدة في نيو، فأنا ممكن أجيب اللمدة من سي على نيو، يعني أقسم سرعة الضوء اللي هي 3 × 10^8 على التردد اللي هو 500، هيطلع معايا الناتج 68/100، تمام. وتوجد نقطة في مسار عندنا مسار حركتها المسافة بينها، ده فرق المسير، فرق المسير 17/100 متر. عايز فرق الطور، هنقول فرق الطور بيساوي فرق المسار في 2 باي على لامدا، والباي دي ب180 عشان تكونوا عارفين. فرق التور هيساوي فرق المسير اللي هي 17/100 في 2 باي، ادي 2 وادي الباي على اللامدا اللي هي 68/100، هيطلع الناتج باي على 2 يعني 180 على 2 يعني 90 درجة. ابص في الاختيارات هلاقي الاختيار الصحيح رقم ب. شعاع ليزر قدرته 200 واط، طول الموجي 6328 انجستروم، فعايز عدد الفوتونات في 1 متر، يبقى انت عندك الباور ب200، تمام، والطول الموجي اللمدة بيساوي 6328 انجستروم، فنضرب في 10 × 10، تمام، فعايز عدد الفوتونات في 1 متر. احنا بنقول
ان الفاي ال بتساوي الباور على الطاقه. تمام. طيب الفاي ال دي عباره عن ان على التي بتساوي الباور فك الطاقه الاتش في سي على اللمده. طيب الان دي عايزاها لوحدها، يبقى عباره عن باور لمده تي على الاتش سي. طيب الزمن هنجيبه ازاي؟ الزمن بيساوي المسافه على السرعه، المسافه اللي هي قال لك 1 متر، يبقى 1 متر على السرعه اللي هي 3 × 10^8. تمام. يبقى انت عندك الباور في اللمده على اتش سي، هنقول هنا السرعه احنا قلنا 1 على سرعه اللي هي 3 × 10^8 يبقى سي تربيع. طيب الباور اللي هي كام؟ 200، واللمده الطول الموجي 6328 × 10^10 على 6625 من 1000 × 10^34 في 3 × 10^8 الكل تربيع، هيطلع معاك الناتج رقم ألف. سؤال رقم 50، الخاصية المشتركة بين فوتونات الليزر وفوتونات أشعة إكس من غير ما تشوف الاختيارات أكيد سرعة نفس السرعة، يبقى الإجابة فعلا رقم جيم نفس السرعة. من مصادر الطاقة في أجهزة الليزر؟ كل دي مصادر طاقة. في حالة الليزر السائل بنستخدم طاقة إيه؟ بنستخدم ليزر، يعني هختار جيم هنا. في حالة الليزر الغازي بنستخدم تفريغ كهربي، يعني هختار ألف هنا وترجع تاني للنظر تراجعه. في حالة ليزر اليقود بستخدم مصابيح وهاجة، يعني ب. يبقى انت عندك هنا جيم ألف ب. السؤال اللي بعده، استخدم شعاع ليزر هيليوم فكان نيون في التصوير الهولوجرافي، فكان الفرق في المسار الرقم ده، فإن فرق الطور بيساوي ايه؟ فرق الطور بيساوي 2 باي على لمدة في فرق المسار. ماشي، ادي التو وادي الباي. اللمدة بقى هنشوف اللمدة، احنا عندنا الاول فرق المسار هنسيبه كده بالانجستروم 1582. طيب انا عندي الطول الموجي، ما هو قال لك ليزر الهيليوم والنيون. ليزر الهيليوم والنيون عندك الطول الموجي الخاص بيه رقم حاول تحفظه بقى 632.8 نانومتر، يعني 6328 انجستروم. انا هخليه بالانجستروم، عارفين ليه؟ عشان معايا فرق المسار بالانجستروم، وهنا اجيب الطول الموجي بالانجستروم مش هحول، يبقى هنا 6328، هعوض عن الباي دي ب 180، هيطلع معايا الاجابه طبعا 2 في 180، هتطلع معايا الاجابه رقم ب 90. سؤال رقم 53، كابل الاتصالات يستخدم الالياف الضوئيه بين مدينتين، المسافه بينهم، المسافه بينهم 1000 كيلو، يعني 1000 ل 1000 يعني 10^6 دي المسافه. يستخدم شعاع ليزر هيليوم نيون لحمل الرسالة عبر الكابل، فإذا كان معامل انكسار الليفة معامل انكسار 1.5، فإن الفرق الزمني بين المتحدث والسامع كم ثانية؟ طيب هو عايز الزمن، الزمن بيساوي المسافة على السرعة. طيب والسرعة هنجيبها إزاي بقى؟ السرعة عبر الكابل، يعني هعتبر الكابل ده هعتبره وسط آخر. طب إحنا عندنا معامل انكسار بيساوي سي على في، معامل انكسار مطلق لو تفتكر تانية ثانوي بيساوي سي على في. انا اقدر اجيب السرعه من خلال الكابل ده، وبالتالي اقدر اجيب الزمن. طيب انا هقول معامل انكسار اللي هو 1.5 بيساوي سرعه الضوء اللي هي 3 × 10^8، هتطلع الفي في الكابل سرعته كام؟ الفي هتساوي 3 × 10^8 على 1.5، هتطلع معاك السرعه 2 × 10^8. تمام. طيب احنا بعد ما احنا جبنا السرعه نيجي بقى نعوض هنا، نقول تي بتساوي المسافة اللي هي 10^6 على السرعة اللي هي 2 × 10^8، هيطلع معاك 5 × 10^3 ثانية، يعني 5 ملي ثانية، يعني الإجابة هتكون رقم ب. يقولي في السؤال السابق عايز عدد الموجات المنتشرة عبر الكابل. طيب تمام، أنا لو عرفت الطول الموجي عبارة عن الطول الموجي عبارة عن إكس على إن، أنا عندي المسافة 10^6. طيب وعدد الموجات مطلوب، بس انا لازم اكون عارفه الطول الموجي طبعا عبر الكابل، يبقى الطول الموجي خلال الوسط دون. فانا عندي برضو معامل انكسار اللي هو بيساوي سي على الفي بيساوي السرعه طردي مع الطول الموجي، فهقول لامدا في الهواء على لامدا في الوسط اللي هو هعتبره الكابل. تمام، دي 1.5 وهنا اللامدا هواء، دي بيقول لك ليزر هيليوم نيون، يعني ده ليزر هيليوم نيون، وبالتالي احنا عارفين الطول الموجي الخاص بيه
الطول الموجي الخاص بيه 6328 × 10 سالب 10، تمام، على الطول الموجي. يبقى احنا كده هنجيب الطول الموجي 6328 × 10 سالب 10 على 1.5، تمام. بعد ما نجيب الطول الموجي هنيجي بقى نقول ان الطول الموجي ده، الطول الموجي ده بيساوي اكس على ان. طيب احنا عايزين الان، يبقى اكس على الطول الموجي، الاكس اللي هي 10 أس 6 على الطول الموجي اللي هو الرقم ده اللي هو 6328 × 10 سالب 10 على 1.5، هيطلع معاك الناتج، هتطلع الان بكام؟ هيطلع الناتج رقم ا.